فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل العربون حق للبائع إذا لم يتم البيع، وهل أخذه حلال؟ نعم، عند أحمد جماعة أنه حلال بيع العربون، والعربون إذا لم يمضي البائع ويأخذ السلعة فهو للمشتري، لأنه حبسها عليه، حبس السلعة عليه وفوت الزباين. نعم، فيكون العربون دفع للضرر اللي حصل على البائع في مدة الانتظار. نعم، البيع العربان يصح لأن أمير مكة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى دار السجن، اشترى دار السجن، دار الندوة، اشتراها للسجن بثمن، وقال على شرط أني أشاور عمر رضي الله عنه، فإذا أجاز البيع أعطيتك الثمن، وعطاه شيء من الدراهم، قال خذ هذا عربون، إنسان عمر رضي أخذنا الدار وسلمنا لك بقية الثمن، وإن كان عمر ما رضي فالعربون لك. فأجازه عمر، يعني أجاز هذه المعاملة، فدل على صحة بيع العربون. نعم.